السلام عليكم. اولا كنبغي نشكر الاخوان الصحفيين اللي حاضرين معنا بالتغطيه ديالهم، وكنبغي نشكر كذلك الناس اللي حضروا معنا الحفل ديالنا الديني اللي كان عباره على ليله عيساويه من تنظيم جمعيه الجوهره للفن والثقافه بخريبكا، واللي تم الاحياء ديالها من طرف الطائفه العيساويه بنات الجوهره اللي كتعتبر اول فرقه نسويه باقليم خريبكا وبجهه بني ملال خنيفره. النشاط كان عباره على ليله فيها مجموعه من الفقرات، كان افتتاح بالقران الكريم، وجا من بعد وصلات انشاديه من طرب اندلسي وفن الملحون وكذلك فن عيساوة. وكنبغي نشكر كل من ساهم في انجاح هذا الحفل هذا من المديريه الاقليميه للثقافه والمجلس الجماعي، وكنبغي نشكر كذلك المجلس العلمي اللي ساندونا بالتعاون ديالهم، وكنبغي نشكر كذلك اداره المركب الثقافي اللي ما بخلوش علينا بالمساعده ديالهم، وكل من ساهم في انجاح هذا الحفل هذا. كنبغي نقول لكم شكرا بزاف ومرحبا بكم معنا.